مرحبا. أهلين. مرحبا. تفضل. أنا ضيعت جواز سفري، فشو لازم أعمل هلأ؟ بدك تقدم بلاغ وتقول إنك ضيعت جواز سفرك، ونحن منراجع الملفات، وإذا لقينا إنه ما عندك سوابق إجرامية فيك ترجع تعمل نفس إجراءات الجواز السابق. الأوراق اللازمة مكتوبة برا، بتجهز أوراقك وبتجي. وكم يوم بده ليطلع؟ بعد ما يجينا الرد طبعاً، وقتها فيك تبلش دغري بالإجراءات. يعني بياخد 3 أسابيع مثلاً؟ إيه تقريباً. فهمت. شكراً لك. أهلا وسهلا. ألو، كيفك مصطفى؟ منيح الحمد لله. وينك هلا؟ مشغول شوي. اللي مصطفى المفروض كان اجي لعندك وخبرك، بس اللي شو فيه؟ أبوك اجيته جلطة قلبية، وضعه خطير. شو هالحكي؟ هلا وين هو؟ بالمشفى. أسعفوه الجيران مبارح على المشفى. وأمي وينها؟ عنده. وضعها صعب كتير. أنا جاي فوراً. بصراحة أبوك قال حتى لو مات ما بده إياك تجي، بس أنت تعا. مصطفى بدك تهرب من هون؟ ان شاء الله مفكر رح نسمح لك تهرب. يا ولك اتركوا لا لو وين بدك تهرب مصطفى؟ رح خلص عليك وبتشوف. اطلع.